السلام عليكم، معكم كوش ياكو، وعندي لكم حل بسيط وسهل لمشكلة الطيران. زي ما انتم شايفين الحين في أرك جينيسيس، لو نبغى نطير ما نقدر نطير. هذا في تعديل عندهم حطينا ما نقدر نطير في أرك جينيسيس، واللي حاب يطير ان شاء الله راح الحين ان شاء الله راح اشرح لكم طريقة تفعيل خاصية الطيران في أرك جينيسيس. يلا الحين راح اطلع من الجيم ونشوف، نفتح المسار حق الملف ارك. الحين انتم طبعا في اختلاف، في ناس التسجيل ستيم يكون موجود على السي، وانا على دي حاليا. اذا كان على السي فاختصار حقكم يكون راح يكون سي بروجرام فايلز اكس 86، بعدين افتح ملف ستيم واتبع الخطوات هذه اللي راح اقول لكم اياها. الخطوات الاختلاف البسيط حقي ان حاطه شو اسمه ملفات ستيم على الدي. يلا ثواني وراجعه. ملاحظه مهمه لازم تنتبهوا لها، ان هذه الميزه مخصوصه بالسنجل بلاير، يعني تلعبون على البي سي على السنجل بلاير تقدر تعدل هالاعدادات هذه. اما بالنسبه للكونسول السوني والاكس بوكس بصراحه ما اعرف لها، انا اسفه. ان شاء الله تلقون لكم حل موجود على الانترنت. طيب الحين زي ما انتم شايفين فاتحه انا المسار حق ستيم، برنامج ستيم. انتم راح يكون عندكم على السي، هذا على البروجرام فايلز. انا مو على السي، انا ملفي راح يكون على الدي زي ما انتم شايفين هنا ملف ستيم. تمام، نفتح ستيم، بعدين ستيم ابس، بعدها الكومن هنا، بعدين نفتح ارك، ملف ارك هذا هو، وبعد ارك شوت جونر شوتر جيمز هذه هي، بعدها شوتر جيمز، بعدها نفتح على السيفد. تمام، بعدها بنخلص منها كونفيجر، هذه كونفيج. تمام، بعدين ندخل على ويندوز نو اديتر، ويندوز نو اديتر. تمام، طيب بعدها نروح الجيم يوزر سيتنجز هذه. تمام، ننزل تحت لين يجي لكم تحت هذه البيانات، لا تعدلون فيها اي شيء، اتركوها. انزلوا تحت الى ان توصلون سيرفر سيتنجز، هذا شايفين سيرفر سيتنجز. تمام، نضغط هنا بعدها، بعدين انتر، بعدين نحط الكلمه اللي راح تكون موجوده في الديسكربشن هذه هي. زي ما انتم شايفين هذه ترو. بعدها لازم تحفظون، لا تنسون فايل سيف. خلاص بعد ما نحفظ هذا الشيء نقفل الملف ونقفل هنا، وبعدين نفتح، قصدي بعدها نفتح الجيم عادي، نفتحها عادي لان قفلناها كلها وراح نفتحها من جديد. يلا شويات وراجعت لكم. طيب والحين مثل ما انتم شايفين تغيرت، نقدر نشوف انها اقدر رايد بكل بساطه زي ما انتم شايفين رايد، يعني تفعلت خاصيه الطيران. اضغط عليه اي. زي ما انتم شايفين والحمد لله فعلنا خاصية الطيران. يا رب يكون عجبكم الشرح، لا تنسون لايك، واذا كانت هذه اول مرة تدخل على قناتي سبسكرايب، واشوفكم في شروحات جاية. معكم كوشياكو وفمان الله.